نعمل صنف الحلو بتاع النهاردة. كيكة سهلة جدا وطعمها خرافي، كيكة باليانسون، الناس اللي بتحب اليانسون، كيكة باليانسون والسمسم. المقادير بتاعتي ايه؟ بيضتين، اهم حاجة بس انها تكون بدرجة حرارة الأوضة علشان تطلع هشة وحلوة معاكي، علشان فيها يانسون كتير وفيها كركم فمش عايزاها تهبط معاكي. بيضتين بحرارة الأوضة، تلتين كوباية سكر، رشة فانيليا، نص كوباية زيت، علبة زبادي صغيرة برضو بحرارة الأوضة، ربع معلقة كركم. لو انت عايزه تحطي زعفران، عايزه تحطي لون الزعفران زي ما انت عايزه، بس هو الكركم ماشي في الحته دي. 1.5 كوبايه دقيق منخول، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، ربع معلقه كربوناتو، كربوناتو هي كربونات الصودا، هي البيكنج صودا، كلها حاجه واحده، معلقتين صغيرين ينسون مطحون، ومعلقتين كبار ينسون حب. من تاني، بيضتين بحراره الغرفه، خلاص، تلتين كوبايه سكر، رشه فانيليا، كوبايه ونص زيت، سوري، نص كوبايه زيت، علبه زبادي صغيره اللي اصغر زبديايه، ربع معلقه كركم، كوبايه ونص دقيق منخول، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، ربع معلقه كربوناتو، معلقتين صغيرين ينسون مطحون، ومعلقتين كبار ينسون حب. اول حاجه هحط السكر، بسم الله الرحمن الرحيم، مع الزيت، وهحط معاهم البيضتين والفانيليا. كده اهو، اجي بيضايه واجي البيضايه الثانيه، هنشغل الخلاط، انا هدهن القالب، اشغله لنا احمد بليز، هندهن القالب بزيت او سمنه، ادهنه كويس، وبعد كده هبطره بالسمسم. يعني انا مش هحط السمسم في الكيكه من جوه، هحط السمسم من بره عشان لما تتقلب تبقى من بره السمسم عليها مغلفه زي السميد كده. كده اهو، وبعد كده هعمل كده، هبطنها بسمسم. طبعا بتستعملي اي قالب عندك، اي شكل انت عايزاه، وادي السمسم بتاعها. كده اهو، بعد كده اهو هحط بقى اليانسون الحب والمطحون، بيكنج باودر وبيكنج صودا، الكركم والزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. واخر حاجه هحطها الدقيق. هحط الدقيق ببقى نخلاه قبل كده. وبعد كده اهو برضو هنشغلها، وانا عايزه اغرف بس الرز، معلش يا احمد، فهخليك انت تشغلي الرز كده، خلاص هنغرفه. كده اهو، ادي الرز، بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو بفرد الرز، ريحة البهارات والتوابل بتاعته فظيعة. وبعد كده اهو هاجي، طبعا انا عايزة اشيل اللي عليه بالفليكس، بس هغرف الاول الكفتة عليه، هنحط عليه اسياخ الكفتة. كده اهو، وبعدين بحط عليه شوية زبيب ثانية، ولو عايزه احط ممكن كلينكس مكسرات،
ميرسي. كده اهو، خدوا بالكم ان هو في كركم فممكن يصفر لي الطبق، فعشان كده لازم تتمسح عشان يبقى شكل الطبق حلو. كده اهو ده الرز، ده الرز بالكشنه والكفته المشويه، حلو قوي شكله، حلو جدا وطعمه حلو جدا. وزي ما قلت لكم هو سهل، بس مقاديره كتيره شويه. وهحط دلوقتي الكيكه المقدار اللي انا عملته، هحطه في القالب وهدخلها فرن 180، بتاخد حوالي 40 دقيقه، ما بتاخدش وقت كتير. خدوا بالكم ان المقدار برده مش كبير. ادي القالب، بسم الله الرحمن الرحيم. وخدي بالك دي فيها كربونات ومع البيكنج باودر، يعني ما تمليش القالب كتير لان هي بتنفش قوي. خدي بالك برده من النقطه دي علشان ما تلاقيهاش كلها فارت منك في الفرن، او تلاقي القالب بقى صغير عليها وتنفخ منك وتروح هابطه مره واحده ما تيجي تفتحي باب الفرن. اهي يبقى بندخلها فرن 180 لمده 40 دقيقه لساعه الا ربع، وبعد ما بتطلع هوريكم شكلها. كده اهو ادي الكيكه والقالب جاهز، انا رشه حتى حواليها شويه سمسم كمان كنوع من الديكوريشن. مش عايزه اقول لكم طعمها حلو ازاي، انا عن نفسي بحبها قوي بصراحه. ادي الكيكه بتاعت السمسم، بصوا شكل القالب كمان مديها شكل حلو ازاي، والسمسم اللي هو اللي ملزق عليها على التضلعات شكله بيبقى حلو قوي. دي كيكه اليانسون بالسمسم، جربوها هتعجبكم ان شاء الله.